وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلهمنا الصبر وأن يفرغ علينا صبرا وأن يثبتنا على الحق. الله يا إخوان، زمان الفتن من أصعب الأوقات التي تمر على المؤمن، لأنه لا يدري بما يختم له فيه. لذلك ينبغي على الناس وعلى أهل الالتزام خاصة أن يدمنوا الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن نجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا. تقلبات كلما مرت علينا تذكر الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا، وفي رواية: يدقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول المسلم: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول: هذه هي القاضية. سبحان الله، لا تيأس، المؤمن لا يعرف اليأس ولا يعرف الإحباط أبدا، لا يقنط. المؤمن دائما فرح مستبشر، دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى، يستحضر معية الله وينتظر بفارغ الصبر أمر الله تبارك وتعالى، فيبتدر الأمر وهو على كل الأحوال لله عبد. وفي الحقيقة هذه المعادلة قد تصعب أحيانا، لأنك جزء من هذا الواقع الذي تعيشه، تؤثر فيك الأحداث، أنت بشر، لكن في النهاية أنت مؤمن مسلم، تعرف أنه لا يجري في الكون شيء لم يقدره الله. مر إبراهيم بن أدهم على رجل قد وضع يده على خده، فقال: يا هذا، أيجري في الكون شيء لم يقدره الله؟ قال: لا. قال: فعلام الحزن، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الأمة، قلنا قبل ذلك كما سمعنا من العلماء والمشايخ، أنها تمرض لكنها لا تموت، وشباب هذه الأمة قد يعتريهم النقص وشيء من الغفلة، لكن في النهاية يستيقظ وينتبه. والله يا أخوان، ما أحسن وأفضل وألذ طريق الطاعة، لا سيما في أوقات الفتن. والله تخيل، ولعلك تشعر بشيء من ذلك في مثل هذه الأيام
وأنت تستيقظ مثلا لصلاة الفجر. ترى كثير من الناس مستيقظين وربما على المقاهي أو في الشوارع، وأنت اختارك الله تبارك وتعالى أن تصلي الفجر. صحيح، هي فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم تجلس بعد الصلاة على أذكارك وتصلي الضحى، ثم تنصرف وقد بدأ اليوم بالبركات والنفحات. سبحان الله، وقد قرأت الورد من القرآن. تمضي إلى عملك أو دراستك ثم تصلي الظهر وما بعده من سنة، ثم العصر والمغرب والعشاء، وتقرأ شيء من القرآن، فتكون البداية مباركة والنهاية مباركة. ما أعظم هذه الحياة، ما ألذ هذه المعيشة. والله والله حياة ونعم الحياة. لذلك أنتم تغبطون على هذه الحياة على قدر ما كان فيه السلف من كثرة العبادة والطاعة، إلا أنهم أحيانا كانوا يروحون عن أنفسهم. فجلس عبد الله بن المبارك مع فضيل بن عياض على حافة نهر من الأنهار، قيل دجلة وغير ذلك، وما بيحركوا أرجلهم كده في النهر، شيء من الترويح جميل. فنظر وقال: نحن في نعمة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نحن أيضا في هذه النعمة، والله من راحة البال والسكينة والاطمئنان. وإن كان يصيبنا شيء من مما يصيب الناس الحياتية والمعيشية، لكن أنت في سعة عظيمة، في اطمئنان عجيب. تبدأ يومك بالصلاة والقرآن والأذكار، وتختم اليوم كذلك بالقرآن، حتى إذا أويت على الفراش آخر ما تقول أذكار النوم. تسلم نفسك ووجهك لله سبحانه وتعالى، وتنام على الطهارة. أي نعمة هذه؟ والله نعمة تحتاج إلى شكر. فإذا ما شكرت هذه النعمة علمت أن الذي أقامك للشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشكر يحتاج إلى شكر. فإذا ما شكرت فالشكر يحتاج إلى شكر، وتظل في هذه الحياة تشكر الله على هذه النعم وأنت لا تدري. أتشكر على الشكر الأول أم الآخر؟ على تعدد نعم الله عز وجل وتعدد إنعام الله وأفضاله على العباد. فسبحان الله، نحن في نعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الإيمان والصحة والعافية والصلاح والالتزام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باب مسح الخفين. قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. المسح على الخفين، ربما تجد هذه المسألة في كتب العقيدة. لماذا؟ لأنها مسائل ارتبطت بالمنهج ولأهميتها جعلوها في كتب العقائد
مع أن الأصل أنها في مسائل العبادات. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبه الخف من الجورب. قال الصفيقة وكأنه شرع يبين شروط المسح بعدما ذكر الجواز شرع يبين إيه؟ شروط المسح. قال من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. الجوارب الصفيقة الخفيفة وهذا شرط في الحقيقة غير صحيح، لأنه يجوز المسح على الأخفاف والنعال. أما الخفيف الخفة الزائدة التي ابتلي بها بعض النساء اليوم هذا لا يصح أن يكون خفيف، شفاف جدا وربما كان كالشبكة، هذا لا يصل لا يصل يعني لا يجوز المسح عليه أصلا. التي تثبت في القدمين، طيب التي تثبت في القدمين أي بنفسها، هل هذا شرط صحيح؟ لا لا غير شرط غير صحيح. قال والجراميق، الجراميق نوع من الجوارب والخفاف التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. مسألة هنا، طب إن كانت أحيانا تسقط تسقط من ال نعم أستك سايب ولا حاجة ولا مهرولة مش ماسكة قوي، كل هذا يجوز. ثم انتقل قال التي تجاوز الكعبين، يبقى فيه إشارة أنها لابد أن تكون إيه؟ نعم، يبقى الجوارب التي اشتهرت بين الناس اليوم اسمها إيه؟ مين؟ ما عرفش ما عرفش، لكن هذه الجوارب التي تكون يدوبك أتبالك وكأني فيه أزمة في مصانع الجوارب، وهذا مما ابتلي به الناس أنهم دائما وأبدا يهرعون وراء الغرب. يعني لو جدت واحد من الغرب مثلا عملوا جوارب للأذنين تجد المسلمين يقلدون فيه، الله أكبر. فهذا مما ابتلي به الناس للأسف. أيام الدولة العثمانية، أيام ما كان لسه في بقية من دولة الخلافة والمسلمون في عزة ومنعة، كان يخرج الإمبراطور كان النمسا تقريبا، وكانت زوجه تلبس النقاب، لأن الإنسان دائما يحاكي الأقوى ويقلده كما نحن الآن للأسف، وإنما هذا نتيجة الهزيمة النفسية. أما أهل الإيمان فيقولون أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تم فطبعا هذا لا يجوز المسح عليه لأنه لا يعد من الإيه؟ من الجوارب، من الجوارب في الطهارة الصغرى. طب لو أنها طهارة كبرى، قال الشارح يجوز مسح الخفين من غير خلاف لما روى جرير، ودائما يصدرون هذا الباب بحديث جرير رضي الله عنه. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان متأخرا عن نزول سورة المائدة
التي فيها الأمر بإيه؟ بغسل الأرجل. فكانوا يحبون دائما أن يبدأوا بهذا الحديث وأن يستدلوا على المسح بالخفين لهذا الحديث، لأنه أسلم بعد نزول المائدة. لأنه لو كان أسلم قبل نزول المائدة لربما قال قائل أن آية المائدة نسخت هذا الحديث، ولكن لا، لما كان إسلامه بعد المائدة دل أن هذا الحكم هو المتأخر وأنه ثابت. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جير كان بعد الإسلام. إبراهيم من؟ ها؟ إبراهيم النخعي. ولذلك تحضرني قصة لإبراهيم النخعي، سبحان الله. كان النخعي صاحب للأعمش سليمان بن مهران الكوفي، وكان أعور، والأعمش كان إيه؟ أعمش، كان في عينيه عمش، وكان النخعي إيه؟ أعور. فاتفق أن يذهب سويا لصلاة العصر، فمر النخعي على الأعمش فقال الأعمش: هلم بنا. قال: هؤلاء، وأشار إلى بعض الناس. وفي الطرقات أنت أعمش وأنا أعور، ولربما يغرى بنا بعض الإيه؟ السفهاء، فلا نسلم منهم. فقال الأعمش: لا عليك، طبعا هم أصحاب ديانة وورع، مش هنرد على السفهاء، لا عليك، نمشي نصطحب ويأثمون، هم الإثم عليهم مش علينا احنا، احنا مش. شوف الورع وشوف التقى وشوف الأدب. قال: لا، بل نفترق ونسلم ويسلمون. شوف الرجل كان حريص على ايه؟ ألا يقع أحد في المعصية وفي الإثم، بقدر ما هو حريص على نفسه وعلى صاحبه، لكن كان أيضا حريص على الناس. وهذا في الحقيقة خلق لابد أن نتعلمه، إنك تكون حريص ألا يقع الناس في الإثم ولا في المعصية. قال: ويجوز المسح على الجوارب والجراميق، لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث فيه علة مذكورة، لكن صححه الشيخ الألباني وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. يوم وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، من الحدث إلى مثله. بقى عندنا ثلاث صور الآن لمسألة التوقيت. هل تبدأ من لبس الخف، ولا من المسح عليه، ولا من الحدث؟ كالعادة اختلف العلماء. ثلاث أقوال، والراجح من هذه الأقوال أنه من أول الإيه؟ الحدث. إذا أحدث ومسح، طبعا هو لابد أن يدخلهما إيه؟ طاهرتين. هنفترض
أن الرجل صلى الفجر، توضأ وصلى الفجر ولبس الخف أو الجورب وظل على هذه الطهارة وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام، ثم استيقظ للفجر في اليوم التالي ومسح، يبقى هذا يبدأ يوم ليلة من أمتى؟ منين؟ العشاء. ليه؟ يعني الفجر اللي بعده لازم يتوضا. لا هو ما مسحش عشان طول اليوم. مسحش طول اليوم. هو لسه على طرف طول اليوم. الفجر اللي بعده. يوم كام؟ أول صلاة. المثال إحنا فهمناه القاعدة بس المثال. هذا الرجل ذهب اليوم صلى الفجر اليوم ولبس جوربه ولم يمسح، هو أصلا على طهارته، بقي على الطهارة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام. توضأ للفجر القادم ومسح. خلاص. يبدأ يوم وليلة. يوم. إنما يبدأ العد من أول مسح له. نعم. خلاص. خلاص؟ طيب. قلت تختلف العلماء. العلماء هنا بس. العلماء اللي هنا. العلماء اللي هنا. إن هو من أول مسح له على الجورب بعد الحدث. وبعدين قضى بيه طول اليوم ونام، أما بيصحى بقى تاني يوم لصلاة الفجر. هيمسح. المفروض هيتوضى بقى من جديد. هيتوضى ويمسح. يغتسل ونايم اصلا. لا هو نايم بالجورب. هو نايم بالجورب او بالخف. يوم يتوضا ويمسح. ويمسح الخف. نعم. لانه يوم وليله. تبدا اليوم والليله من بعد اول مسح بعد اول حدث. وضحت؟ يوم وليله يعني خمس فروض ولا سته؟ يوم وليله. يعني بالفجر للفجر. يوم. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. ومتى مسح انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا بطلت الطهارة؟ يعني رجل الآن انتهت المدة بتاعته يوم وليلة، والمفروض ان الوضوء الجاي انه لابد ان يخلع فيه ايه؟ طب اذا انقضت المدة وهو لابس الجورب ومسح عليه ولم ينتقد وضوءه، نقول ان الطهارة انتقدت من قضاء المدة؟ لا. لكن ايه اللي انتهى؟ مهلة المسح ولم تنتهي الطهارة. واضح؟ يعني هذا الرجل الآن مسح يوما وليلة والصلاة اللي جاية ديت زيادة عن اليوم والليلة، لكنه بقى على الطهارة. نقول انقضت المدة وأنت الآن لست طاهر؟ نقول لا، انقضت المدة لكنك ما زلت على إيه؟ على الطهارة. ولو جلس بالجورب ثلاثة أيام ما دام على طهارته، وإن الذي انتهت المدة فقط، انتهاء المدة لانتهاء مدة المسح فقط ولا علاقة للطهارة إيه بها. طب مش المفروض إنهم بيلغي الطهارة؟ يعني جايز واحد يسريح هو نايم وهو مش داري. احنا قلنا افترضنا، أنا أضرب الافتراض على أنه صاحي صاحي الافتراض، يعني من باب التأكيد، ولكن هذا لا يحدث. لكن نحن نقول من باب التأكيد أنه ما دام على طهارته وإن انقضت المدة فهو بقى على الطهارة، انتهى فقط توقيت المسح. توقيت الإيه؟ المسح. يعني شفنا نصبحت شيئا. طب
هو لو واحد عايز يلبس الجورب او الخوف اكتر من يوم، واحد مقيم عايز يلبس الخوف اكتر من عايز يلبسه يومين مثلا، هو لبسه يوم وليله وقضت في المكه، هو مش عايز يقلعه. طبعا لو ما قلعوش مش هتصح طهارته لان مدته ما دام هو مقيم يوم وليله. طيب هل مثلا يقلع الجورب ويتوضا مره من غير الجورب ويستقلم يبدا مده جديده؟ نعم طبعا. ما احنا بنعمل كده يا مولانا. لازم يفصل ما بينهم بوضوء في غسل. نعم. الشرط بقى للشرع. كانوا كان معاه فلوس بقى ده موضوع تاني. هم الصحابه كانوا يعني الله المستعان. ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم. يعني من مسح وهو في سفر. مسح وهو مسافر. خلاص؟ انسان مثلا الان في القاهره وفي الاسكندريه. وهيبات وقال لك انا ايه؟ هتوضى وهلبس الجورب بتاعي لاني انا ليا ثلاث ايام. ولبس الجورب وهو على طهاره. وصلى هناك الظهر ومسح على الايه؟ على الجورب. واتاه ظرف فرجع من يومه الى بلده. ده ثلاث ايام ولا يوم وليله؟ يوم واحد. يوم واحد؟ طيب. او مقيما ثم سافر. ولو لبس وهو مقيم ومسح عليه ثم سافر. هل له ان يتم الثلاثة ولا اليوم؟ يعني هذا الحال الشيخ نزاهي طيب. على كل حال هذه المسائل المختلف فيها. منهم من قال العبرة بوقت المسح، وقت الفعل، وقت العبادة. ومنهم قال العبرة بمكان العبادة. فمن جعل العبرة بالوقت لزمه أن إيه؟ أن يمسح مسح مقيم في الحالتين. ومن قال العبرة بالمكان أجر على الإيه؟ على رواية المصنع. والصحيح أنه يمسح مسح المقيم حتى ولو سافر. ويشترط نية للمسح في السفر. قال ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. على قول المذهب. وهو رواية عن أحمد. بعض العلماء قالوا، الحنابلة قالوا أن الإمام أحمد رجع عن هذا القول أنه إذا سافر ذهب باعتبار أن العبادة في المكان، أنه أدى العبادة في مكان السفر. هذا قول برضو قول قوي. والقول الأول لمن رد الأمر إلى مكان الإيه؟ المسح، ولم يرده إلى الإيه؟ إلى الوقت. وعليكم مسألة فاسعة، مسألة فاسعة. بعض العلماء رجح القول الأول، والجمهور على القول الثاني. الجمهور على القول الثاني هو إيه؟ أنه يمسح ثلاث أيام إذا كان مقيما ثم سافر. وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. وإن كان الرأي الأول قوي لكن هذا هو الأرجح على قول الجمهور حتى إيه؟
نخرج من الردود خلاص. يبقى الراجح عندنا أنه إذا كان مقيما وسافر يمسح 3 أيام إيه؟ بلياليهن. طيب محسوبة المسحة اللي مسحها في بلد الإقامة ولا مش محسوبة؟ محسوبة طبعا. كفانا طمعا. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. وفيها حديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. هو بيّن الجواز ثم شرع يذكر الشروط، وفي الحقيقة لم يقدم أهم شرط، ولكن له لم ينسى وذكره هنا. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. واضح؟ والدليل ذلك إيه؟ حديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يأتي معنا يأتي معنا. خلاص يا إخواني. يبقى شرط أن يدخلها على إيه؟ طب هل يلزم ذلك في العمامة؟ أيوة. الصحيح لا. طيب العمامة يوم بليلة وثلاث أيام للمسافر؟ أيضا لا. الراجح لا. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. المسح على الجبائر بعض العلماء قال لا، يتيمم لها. والبعض قال يمسح عليها إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. إنسان هذا الأسبوع كسر عنده، لابد أن يربطه بالجبيرة ومعه شيء من اليد، مش ما يصلحش بس ما يجبس دراعه كله كامل، لا طبعا. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. طيب طبعا المقصود بالعمامة خمار المرأة ليس العمامة اللي هي بيعمل. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن أم سلمة ذكر أثرا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وجوز ذلك رحمه الله. طيب الجورب المخرق مقطوع يجوز؟ كان صغيرا أو كبيرا الخرق يجوز تصرف الماء إلا مخرقة. لا يجوز المسح سواء كان خفيف أو ثقيل، لكن مش الخفة اللي احنا ذكرناها في أول الكلام لا طبعا، لكن يجوز طبعا. وإن جوارب الصحابة كانت مخرقة، كانت يعني طبعا حتى كانت هناك غزوة تسمى ذات الإيه؟ اللقاع، كانوا فقراء لكنهم كانوا أغنياء بإيمانهم وتقواهم وورعهم. قال باب نواقض الوضوء. والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. قال وهي 7 احنا قلنا الخفيف المعقول، لكن ليس كما يفعله النساء اليوم من الشفاف، عشان مش شفاف وفيه كده كما الشبكة كده، ده ما ينفعش، ده مش لا يسمى جورب.
لا يمنع حرا ولا قرا ولا بردا ولا ملوش اي لازمه خالص. ماشي. قال باب نواقض الوضوء. قال وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس، النجس من سائر البدن إذا فحش، والخارج النجس من سائر البدن أي من غير السبيلين إذا فحش، كالمدة والقيء والصديد، هذا ليس خارج من السبيلين ومستقذر، مستقذر. لكن هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، لا ينقض، لأن ليس الاستقذار معناه النجاسة، سواء كان هو ذلك. وهو لذلك قال إذا فحش، لوجود الأدلة الكثيرة على أن الشيء اليسير كما وردت الأدلة، فورد الأدلة وحملوها على أنه كان شيئا يسيرا، لكن الحق لا. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ، فهذا ليس فيه دلالة، لأنه هذا حدث اتفاقا أنه قاء ثم توضأ، ليس هناك علاقة أو بيان أن هذا القيء ناقض للوضوء. وإلا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والأصل استصحاب الطهارة حتى يرد الدليل. الخارج من السبيلين كالغائط والبول، فينقض الوضوء سواء كان قليل أو كثير. واضح؟ وعندك أدلة أن ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبو أوفى وابن أبي أوفى كذلك فعل ذلك، وفي روايات وأن عمر صلى وجرحه يثعب دما أو يثعبه ليس بسيطا، وآثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، كلها آثار. العبرة في ايه؟ سيدنا عمر صلى وجرحه يصعب دما عشان مش شرط اجتناب النجاسه في الصلاه، اجتناب الطرق. هو يقصد الطرق، طرق النجاسه حال العباده، لكن هو الصحيح الدم ليس بايه؟ النجاسه. قال وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. النوم فيه ثمانيه اقوال. ماشي؟ اهم هذه الاقوال أنه إذا كان نائما النوم الذي يشعر معه الهواتف، إن كان نائما النوم الذي نعرفه جميعا إنك نائم يعني تشعر، وفي حالة يصعب معها خروج شيء إلا بعد انتباه، نقول هذا لا يضر. وأما الغياب التام فهذا معناه إيه؟ يضر، وأنه يتوضأ لأنه مظنة الحدث على غلبة الظن كمان ليس. قال ولمس الذكر بيده ينقض عند الجمهور ولا ينقض عند الحنفية. لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فاعترض المعترضون وقالوا وقال صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، والحديث أن كلا الحديثين صحيح، وأن الجمع بينهما هو الأولى على ما درسنا. العلماء قالوا لنا ذلك، إنه إذا تعارض حديثين تعارض حديثين الأولى
الجامع بين الايه؟ بين الحديثين. طيب متى او كيف يجمع بين الحديثين؟ ان الانسان يقال له هل هو الا بضعه منك كانسان يغتسل وهو ينشف نفسه مس ذكره كما يمس انفه او ذراعه او رجله، شيء طبيعي صحيح ولا مش صحيح؟ وكالام التي يعني تنظف طفلها، صحيح ولا مش صحيح؟ طيب والحديث الاخر حمله ان مس ذلك بشهوه هذا يتوضا، هذا ايه؟ يتوضا طبعا بدون حائل، المس هنا بدون ايه؟ اما لو مس بحائل حتى لو بشهوه لا يحتاج معه الوضوء. وان تمس بشرته بشره انثى هذا ايضا جعلته من النواقض، واستدل بقوله تبارك وتعالى او لامستم النساء، الملامسه هنا كنايه عن ايه؟ عن الجماعه. وان تمس بشرته بشره انثى هذا غير صحيح، والصحيح والعلماء اختلفوا ان يمس بشهوه او بغير شهوه، والصحيح الراجح انه حتى لو مس بشهوه لا ينقض الوضوء. نعم، وان المس لا ينقض مطلقا، حتى لو مس انثى بشهوه لا ينقض الوضوء. نعم، ولو مس ذكر بشهوه ينقض الوضوء. نعم، لان الاول مس الذكر فيه حديث ونحن جمعنا بين الحديثين، وهذا ليس فيه حديث، ليس عليه معول. مش نقيس ده على ده؟ لا، مفيش قياس بقى، لان ديت مسائل ما ينفعش فيها القياس، قياس هيكون الفارق بعيد جدا. احنا اضطررنا القول الاول ان تجمع بين الحديثين حتى لا تهدر احدهما الاخر، لان في الباب حديثين موجودين عندك وانت امكنك الجمع. طيب هذا الباب ليس فيه شيء، والاصل استصحاب الطهاره انه طاهر. يعني لو واحد اتمرض الظروف وقعد في جالس في القطار جنب انثى وهو متوضئ واثارت شهوته، هل معقوله ما يتوضاش؟ معقوله. نعم، اسمعت يا شيخنا، طب حديث الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت من امراتي ما بين الجمعه فقالت اتوضا وصلي معنا. أيوة، أصاب لم يحصل الإدخال، لكن عندك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته، والتقبيل عدن يصحبه شهوة، صح ولا مش صح؟ وكان يصلي ولا يتوضأ، يبقى عندك في الباب ما يعارضه، عندك في الباب ما يعارضه. طب الجواب عن هذا الحديث يا شيخ، صلى يتوضأ وصلي معنا، الجواب عنه؟ أقول لك أنه أتى امرأته كما يأتي الرجل أهله، غير أنه لم يلج. يعني ما مس يا شيخ، حضرتك ما انزلش، لو انزل لغوص هو مس، يعني كله مس. انا مش حضرتك مش يعني مش واخد بالك برضه، انه اتى اهله كما ياتي الرجل، وان هذا محمول على الاستحباب ليس على الوجوب، ليس عليه واجب. بقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اهله ويقوم ويصلي ولا يتوضا، موجود اهو. هتقول لي في اعتراض هنا، في تعارض بين القول والفعل، نقول ليس هذا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الأمر على سبيل الحتم والإلزام، الأمر الذي هو للوجوب هو ما كان أمرا على سبيل الحتم والإلزام كالقطع بالشيء، أما هذا محمول على إيه؟ أن يستحب له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أهله وكان يقبل وهو صائم، وكان يقبل ويصلي ولا يتوضأ، فهذه الأثار ثبتت، والأصل أنه بقي على طهارته، لا يخرج عن هذه الطهارة إلا بدليل، إلا بدليل. طب هذا لو كانت في محارم وتعلم بقول لو أجنبي، يعني لو واحد مثلا في يعني مس أجنبية. هناك فرق بين الحرام وبين نقض الوضوء، مس المرأة الأجنبية حرام لكن لا ينقض الوضوء، كما أن لبس الذهب حرام للرجال لا ينقض الوضوء. طب عبد الله بن عمر كان روي أنه كان يتوضأ من القبلة، طبعا احنا برضه عايزين نفهم. أيوة، عبد الله بن عمر توضأ من القبلة والنبي لم يتوضأ، تأخذ بأي الفعلين؟ هذا فعل عبد الله بن عمر لنفسه، عبد الله بن عمر كان يبالغ
في إدخال الماء في عينيه حتى عمي. لماذا لا تفعل ذلك؟ شوفنا لو افترضنا عليه ثبوت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما توضأ. لو افترضنا ذلك لكان في الباب كلام آخر. لكن الحمد لله لن نفترض حتى نستريح. قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. والرد عن الإسلام الرد طبعا أن يحبط معها إيه الدنيا والعياذ بالله وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. هنا لذلك أن الفقه المقصود من دراسة الفقه تكوين الملكة وتدريب الملكة على الاستنباط. وهذا شيء طيب اللي احنا بنعمله نتناقش. السؤال نتوضأ من لحوم الإبل؟ توضأ. طب الأمر للوجوب ولا مش للوجوب؟ توضأ منه منها. قال توضأ منها. توضأ منها. شوف قوة اللفظ غير لما يقول توضأ أو نعم. دي أدنى في المرتبة في القوة. توضأ منها بعينها. نعم توضأ منها بعينها. ثم قيل أفنتوضأ من لحوم؟ قال إن شئت. لا قال هذا للندب والأول للوجوب. الصرف ده لما يكون في نفس الموضوع. لكن دي موضوع ده موضوع آخر. ده لحم آخر غير لحم الإبل. واضح. قال وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يبقى أنت لابد أن تعمل الإيه الملكة في هذه النصوص وتعرف متى يكون اللفظ قوي ومتى يكون أقوى متى يكون خفيف متى يعني كلها لها اعتبارات عند العلماء وعند الفقهاء. أنت في محل الدراسة لابد أن تكون إيه على بينة. ثم هناك أثار أخرى كحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. نعم قال وإن تيقن الطهارة وشك في الحدث. تيقن الطهارة وشك أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن. لأن الإيه اليقين لا يزول بالشك. واستصحب معك هذه القاعدة أنه متيقن أنه توضأ للمغرب ثم شك هل بعد المغرب أحدث أو لا يدفع الشك ويبني على الإيه على اليقين. طب إن شك أنا متوضئ ولا لا يبقى الأصل أنه كان إيه على غير طهارة. الأصل أنا متوضئ أنا توضأت ولا لا شاكك انه توضا ولا لا يبقى الاصل يبقى اليقين كان ايه انه مش متوضا كمان هو متوضا كمان اصله ان هو متوضا شك الحدث. نحن قلنا لو انه الان شك بيقول ايه انا متوضا ولا لا شاكك في ايه في كونه توضا ام لا احدث او لا لا غير الاحدث او لا دي غير دي الاول لما كان شاكك أنا أحدثت أو لا كان متيقن أنه متوضئ لكن الشك في الحدث. الآن شاك في الوضوء نفسه هو شاكك أنا الأصل أن أنا كنت أنه كان على إيه على غير طهارة ثم شك هل توضأت بعدها ولا لا يبقى الأصل إيه مش متوضئ يبني على الإيه على اليقين وأنه شاكك بعد الصلاة سهلة جدا تتوضأ وتصلي ما تزعلش نفسك على أصل لم تسمى صلاة ما اسمهاش حصلي تاني دي مسألة أخرى لا صلاة في يوم مرتين لمن صلى لكن هذا لم يصلي
صلاش. أحدث في الصلاة. نعم. أحدث في الصلاة. خلاص يخرج وتوضأ ويستأنف. جزاكم الله خير. يبني الصلاة ما يبنيش على ما فات، يعني ما صلاش ركعتين يقول لك أنا هذا قول مهجور غير صحيح، لكن الصحيح الراجح أنه إيه. جزاكم الله.